أهلا بكم. شاركت النجمة نانسي عجرم كضيفة شرف بصفتها سفيرة للنوايا الحسنة من قبل يونيسيف في افتتاح المؤتمر الدولي للأطفال العرب بدورته 30 والذي أقيم في عمان برئاسة الملكة نور الحسين. وشمل المؤتمر الذي استمر لسبعة أيام ورشات عمل إبداعية وزيارات سياحية في المناطق الأردنية قام بها الأطفال المشاركون من 22 دولة عربية وأجنبية. برعاية وحضور جلالة الملكة نور انطلقت أعمال مؤتمر الأطفال العرب بشعار حماية البيئة بالدورة 30، محاور عدة ناقشها الأطفال أبرزها أثر التلوث البيئي والانحباس الحراري على حياة الإنسان على جميع المستويات. أنا بحب أشكر الوفود المشاركة اللي إجوا من دولهم حتى يكونوا معنا في الأردن لمدة أسبوع يتبادلوا الأفكار والآراء حول شعار المؤتمر. حاولت موسيقياً بعد كلام اللي قدمه الأستاذ عامر على المشاركين انه اقدم موسيقيا عده اطياف من الالوان الموسيقى والغناء. صعب ان تجتمع في عمل واحد خلال 16 دقيقه، تحدي كان الموضوع. هو بنقدر نسميه اوبريت استعراضي غنائي بعنوان لآلئ شمس، انا كاتبه والاستاذ وائل ملحنه مزع موسيقيا، وانا مغني فيه انا وزميلي رامي شفيق وزميلتي روز الور بمناسبه مرور 30 سنه على انعقاد هذا المؤتمر. أشراف متخصصين كل في مجاله شاركت وفود الأطفال من حول العالم بجلسات حوار وورش عمل إبداعية في الرقص والموسيقى والغناء والرسم والدراما. وكان للنجمة نانسي عجرم سفيرة النوايا الحسنة لليونيسف كلمة إرشادية بالمناسبة حثت فيها الأطفال على العمل في سبيل خدمة شعار المؤتمر. في كتير ناس أنا بعرف كنا نقول إحنا وصغار يقولوا لنا أهلنا ما تكبوا كلينكس ولا زبالة من شباك السيارة. كنا نقول نحن وصغار، هلا أنا ما رح أقدم مؤخر، يعني إذا كبيتها معلي خلي غيري يحاول. كل إنسان بيقدم وبيأخر، يعني نحن لازم نكون مثل لا يعني لا للإنسان الآخر، يعني مثل ما الإنسان بيحترم أمه اللي خلفته لازم نحن كشعب نحترم البيئة الأم لأنه هي أمنا. والحمد لله دائما في تطور. يعني بال2004 قرروا المشاركين من احد توصياتهم كانت انه يكون دولي مش فقط للاطفال العرب، فجلالة الملكة نور رحبت بالفكره واللجنه التحضيريه واحنا كنا فخورين انه يصير المؤتمر دولي. مؤسسه التنميه الاسريه ابدت رغبتها واستعدادها باستضافه المؤتمر ونحن رحبنا بهذه الفكره، وان شاء الله رح نعمل سويا على عقد المؤتمر في دوله الامارات العربيه المتحده في اماره ابو ظبي صيغته وهويته اللي حافظنا عليها طيلة 30 سنة، وبعدين من ثم بيرجع على الأردن، وإذا في دولة أخرى بتحب تستضيفه برضو يعني منحب إنه يصير هذا التشارك.